وإلى جولة أخيرة وآخر أخبار الطقس ودرجة الحرارة. مرة أخرى إليك رجائي. شكرا سحر، شكرا شوق. طبعا البقاء لله في وفاة النجم أشرف عبد الغفور. يتحال مشاهدينا أخبار الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما تكون حالة الطقس ليلا مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء. في مالي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 25، الصغرى فيها 18 معتدل، الأسكندرية 24 14، مطروح 23 12، بورسعيد 23 18، أما محافظة الإسماعيلية العظمى فيها 26 وصغرى 15، محافظة السويس العظمى فيها 26 وصغرى فيها 14، العريش 26 16، طابة 27 16، شرم الشيخ 30 21، الغردقة 28 17، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 30 صغرى فيها 13، أسوان 31 16، الوادي الجديد 30 12، شلاتين 29 21، حلايب 27 21. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع